السلام عليكم، كيف عاملين؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. بحقيقه واحد السيد متتبع ديالي سولني على واحد، نسولو الكترو بلانيت على واحد لا مارك ديال التلفزيون ديال لا مارك شارب. لا مارك شارب دخلت هنا خصيصا سولت مستشارين هنا وقلت لهم واش كاين لا مارك شارب. واحد السيد سولني عليها قالوا لي شي سبع سنين بعد ما دخلت عندهم هنا لهنا ما بقاتش كاينه، مي ان شاء الله باقي غادي نسول. وبالنسبه لي تروفانيت ما فيهاش لا مارك شاب، وكنشكر نشكركم كاملين على الدعم، ونتمنوا انكم ديما تتبعوني ان شاء الله، وتعملوا لي يعني تابوناو معايا ان شاء الله وتفعلوا الجرس. وشكرا بزاف، وان شاء الله نوعدكم بالجديد. انا والله العظيم دابا خرجت من الخدمه في العشيه، قلت غادي ناخذ وقتي ونمشي نسول ما فيها باس. يعني بالنسبه لا مارك شاب راه ما كاينش في البلانيت بعد هذا المحل اللي سولت فيه. ابخي ان شاء الله باقي غادي نكمل، لا كانوا شي محلات شويه غادي نمشي للمرجان ندير واحد نسولهم طبيعه الحال ونشوف ونجاوب الناس اللي كيسولوني. اي واحد سولني على شي حاجه ولا تنعمل فيديو واخا يكون فيه 2 دقائق غادي نعملو ولا حتى 4 دقائق، ما عنديش مشكل. شكرا بزاف على الدعم، شكرا شكرا شكرا, شكرا.